الخامسة بتوقيت العاصمة طارب الأسوة. البداية بالعناوين: القائمين على المبادرة الوطنية يؤكدون تواصلهم على الأطراف السياسية في ليبيا لحل الأزمة. تواصل ردود الفعل المنددة بقائمة النواب المنحل بشأن ما اسمه الإرهاب. عضو بالنواب المنحل يصف أفعال الإمارات في ليبيا بالغير المقبولة، ورابطة مهجري بنغازي تطالب بتقديم دعوة قضائية لمقاضاة الإمارات ومصر. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استنكر مجلس البحوث بدار الإفتاء ما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور في الأحوال السياسية والأمنية والاقتصادية والدراسات الشرعية يتابع ما آل إليه تدهور أوضاع البلاد في الأهوال والأحوال السياسية والأمنية والاقتصادية، وما انعكس عن ذلك من سوء معيشة المواطن وتفاقم للأزمات وسلب للإرادة الوطنية وتهريب لتنظيم الدولة وتمدد جديد لداعش في الوسط والجنوب الليبي، ليبقى التنظيم مصدر توتر مستمر قوي وذريعة للعدوان والتدخل الأجنبي، كل ذلك في استباحة وإذلال مشين للسيادة الوطنية، فلم تعد للبلد من حرمة ولا هيبة، تقصف مدنه من الطيران الأجنبي بصفة تكاد تكون يومية، تذهب بأرواح المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم بذرائع كاذبة مع تواطؤ دولي وتفريط واضح من المسؤولين. كما أوضح مجلس البحوث أن الاعتداء على دار الإفتاء واختطاف المشايخ يقع من أتباع الحكومة المقترحة، ولا نرى منها أي تحقيق ولا استنكار. ومما زاد الأوضاع سوءا ما تشهده مدينة طرابلس من هدم وحرق للبيوت وحملة مداهمات واسعة واختطاف طال المشايخ والدعاة وشخصيات عرفت بانحيازها للثورة، واعتداء على دار الإفتاء ومؤسسات عامة، كل ذلك وغيره يحدث خارج القانون من أجهزة تابعة للحكومة المقترحة، ولا نرى منها تحقيقا قضائيا جادا، ولا نسمع استنكارا ولو لم يكن حادا. هذا ودعا المجلس النخب والأعيان وكل غيور للتوافق على المبادرة الوطنية للحل السياسي التي انتهت إليها لجنة إدارة الحوار الليبي. وبناء على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة من دار الإفتاء بالتواصل مع النخب الوطنية في الدعوة التي أطلقتها الدار للبحث عن بديل وطني بعيدا عن الهيمنة الأجنبية، فإن مجلس البحوث يدعو بصفة عاجلة النخب السياسية كافة في ليبيا والأعيان والحكماء وأعضاء اللجنة التحضيرية التي تابعت الدعوة التي أطلقتها دار الإفتاء للتوافق وكل غيور على هذا الوطن المستباح من أعدائه، يدعو المجلس هؤلاء جميعا بصفة خاصة والمواطنين كافة بصفة عامة إلى أن يتداركوا الوطن، وذلك بالتوافق على المقترح المرفق الذي انتهت إليه لجنة الحوار الليبي
المكلفة بالنظر في اختيار أفضل المبادرات. قال أحد القائمين على المبادرة الوطنية للحل السياسي في ليبيا إنهم تواصلوا مع عديد الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الأزمة في البلاد. المبادرة التي تحصلت عليها التناصح على نسخة منها تقضي باجتماع ثلاثة من كل من المؤتمر الوطني والبرلمان المنحل وحكومة الإنقاذ والمجلس الرئاسي المقترح، كما ينشئ من خلالها مجلس أمة ويضم 200 عضو من المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنحل حسب المبادرة. اعتبر بعض المراقبين للشأن السياسي في ليبيا أن الاتفاق الذي وقع في الصخيرات المغربية وصل إلى طريق مسدود ويجب إيجاد بديل قوي عنه. العضو المقاطع بالبرلمان المنحل حنان شلوف قالت في تصريح صحفي إن ما أصدره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أكد فشل اتفاق الصخيرات، ومن جهته طالب نوري العبار أحد الموقعين على الاتفاق بسرعة إيجاد حلول أخرى لحل الأزمة الليبية في أسرع وقت. استنكرت هيئة علماء ليبيا وضع اسم مفتي عام ليبيا وعضو الهيئة فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني على قائمة الإرهاب من قبل بعض الدول الخليجية. وقالت الهيئة إن اتهام أهل العلم والفضل بالإرهاب لا يصدر إلا عن أحد فريقين، فريق يعادي الله ورسوله يغيظه ما ينشره أهل العلم في الناس من الفضيلة والطهر، أو فريق مغرر بهم لا يعلمون من أمور الناس إلا ما قاله لهم إعلام الفتنة. وأضافت الهيئة أن من حق سماحة المفتي أن يتناول الشأن العام بما يمليه عليه ميثاق الله الذي أخذه على أولي العلم فضلا عن وظيفته، وكل دروسه ومحاضراته ولقاءاته تؤكد وقوفه في وجه التطرف والغلو والظلم أيا كان مصدره والجهة التي تقف وراءه. قال عضو المجلس الأمناء بالاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ ونيس المبروك إن ما وصف به فضيلة المفتي الشيخ الصادق الغرياني والدكتور علي الصلابي وغيرهم من العلماء عدوا أكبر جريمة. الشيخ ونيس وفي مداخلة هاتفية مع قناة التناصح أوضح أن وصف العالم بالإرهاب لن يضر العالم بشيء، وإنما يزيده ثباتا وإصرارا على الحق، وأضاف بأن الملك والحكم لا يقوم إلا على العدل، وإنما يقوم به بعض الحكام والأنظمة الظالمة من محاربة للعلماء لهو الأمر الخطير، وإنه لمن علامات الساعة محاربة العالم ووصفه. وأضاف الشيخ المبروك أن مسمى الإرهاب لم يضعوا له أي مقاييس، ومن أرادوا محاربته وصفوه بالإرهاب. وشدد المبروك أن دور العالم أن يبين الحكم الشرعي نصرة للحق وليس نصرة لشخص، ولا يبيع نفسه أي كانت الأسباب، وأن خاف على نفسه الفتنة لزم الصمت. استنكر عدد من النشطاء والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي الليبيين ما جاء في بيان لجنة الدفاع بالبرلمان المنحل، معتبرين البرلمان جسما منعدم الشرعية. النشطاء والمدونون اعتبروا أن القائمة التي أصدرها البرلمان المنحل والتي تضم حوالي 75 شخصية ليبية تنوعت بين إعلاميين ونشطاء وعلماء وسياسيون، اعتبروها دليلا على أن البرلمان المنحل يسعى لإسقاط ثورة فبراير. استغرب بعض النشطاء أن يقوم البرلمان المنحل بتصنيف بعض الشخصيات التي توددت للبرلمان المنحل ووقعت على اتفاق الصخيرات. هذا وطالب رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان المنحل طلال المهوب رئيس حكومة البرلمان المنحل
عبدالله الثنيبي يضم 75 مواطنا ليبيا وتسع مؤسسات إلى قائمة صنفتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على أنها مدعومة من قطر وفق زعمه. المهوب دعا عبدالله الثنيبي إلى مخاطبة نظرائه في السعودية والإمارات والبحرين ومصر لمناقشة إمكانية إدراج من ذكروا في القائمة المعلنة عند أول تحديث لها وفق نص الرسالة التي تم الكشف عنها مؤخرا. يشار إلى أن قائمة لجنة الدفاع بالبرلمان المنحل تضم شخصيات ليبية وكيانات سياسية واقتصادية وإعلامية، كما تضم مؤسستي قدوة وقمم الأندلس لخدمة القرآن الكريم وقناتي التناصح الفضائية والنبا ومجموعة من رموز ثورة 17 فبراير. أصدرت أسرة برنامج سواعد الإخاء منشورا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه تضامنها مع عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الصلاب. وذكر المنشور أن الصلابي وهو أحد المشاركين في حلقات البرنامج معروف بدعوته الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى الحوار والمصالحة الوطنية، مشيدة في الوقت نفسه بعلمه وبعالمية منشوراته ومؤلفاته. يشار إلى أن دول المقاطعة لقطر أدرجت اسم الصلابي ضمن قائمة بما يسمى الإرهاب. استنكر حزب الوطن في بيان له وضع اسم رئيس الحزب ضمن قائمة ما يسمى الإرهاب التي وضعتها الدول الأربعة وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وأعرب الحزب في بيانه عن رفضه الزجو باسم رئيس الحزب عبد الحكيم بالحاج وشخصيات ليبية دون دليل، مطالع تلك الدول بحل خلافاتها دون استخدام الآخرين ذريعة لتصفية الحسابات حسب نص البيان. كما أدان الحزب تدخل هذه الدول في الشأن الداخلي الليبي ودعمها السياسي والمادي والعسكري لأحد الأطراف وتفويضها لجهود الحل السياسي. قال الكاتب والباحث الجزائري رضا يحيى الحسيني أن القائمة التي وضعتها السعودية بما يسمى الإرهاب هي ورقة ضغط لاستهداف رموز وعلماء الأمة الذين يعتبرون مرجعية دينية وسياسية. الحسيني أوضح في تصريح خاص بقناة التناصح أن هناك ترسيخ لبديل للمدارس الإسلامية التي يكون في منهاجها عدو اسمه العدو الصهيوني ودول استعمارية مهيمنة على المنطقة وعلى منابع الثورة، والنفط والبديل هو تحالفات جديدة بين الحلف الدولي العلماني والتيار المدخلي، والذي أثبت نجاحه في القضية الليبية حسب وصفه. قال وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب إن تونس أعدت قوائم تضم أسماء مئات الليبيين يمنعون بموجبها دخول الأراضي التونسية، معللا ذلك بحماية الأمن القومي التونسي وفق ما قال. وأكد مجدوب أنهم أعدوا القوائم بالتعاون مع الحكومة المقترحة في طرابلس، حيث قال إن هناك تطابقا بين الأجهزة الأمنية التونسية والحكومة المقترحة حول اعتماد القائمة المذكورة. وأشار الوزير التونسي إلى أن بعض الأسماء التي وردت في قائمة الشخصيات المحظورة لدى السعودية وبعض الدول ممنوعين أيضا من الدخول إلى التراب التونسي وفق قوله. أصدرت السلطات السعودية الأحد إخطارا لكافة مشغلي وملاك المرافق السياحية بضرورة عدم تشغيل قنوات الجزيرة القطرية. وأصدرت الهيئة العامة للسياحة في السعودية تعميما لكافة مشغلي المرافق السياحية بحذف كافة الفضائيات التي تتضمن مخالفات دينية أو سياسية أو أخلاقية بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وأوضحت الهيئة أن كل من يخالف قرار حذف قنوات الجزيرة قائمة القنوات الموجودة بغرف المرافق السياحية سيخضع لعقوبة غرامية تصل إلى 100,000 ريال سعودي. كانت السعودية أعلنت إغلاق كافة مكاتب الجزيرة وإلغاء تراخيصها على خلفية خلافها مع قطر. الحملة التي تشنها على قطر ويتولاها بعض من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج سعيا وراء تفويض الاستقرار في المنطقة أمر سيؤذي إلى هدم النظام الإقليمي الهش ويحد من التصدي للأطماع الإقليمية المتابعة. يبدو أن المشهد السياسي والعسكري على ساحة المنطقة الشرق أوسطية لم يعد مقتصرا على الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة.
الحرب التي باتت أمرا ثانويا يخفي وراءه صراعا من نوع آخر من أجل تقاسيم مناطق النفوذ، حيث تتركز جهود المتصارعين على إجبار قطر على تبني سياسة استرضائية تكون فيها مجرد إمارة صغيرة تحت سلطان إمارة أكبر تقوم بدورها مجرد بقرة حلوب في مستعمرة الغرب الرأسمالي. وفي الحملة التي تشن على قطر تتجسد زوايا الصراع الذي يقوده ويسهم فيه بعض من حلفاء الولايات المتحدة لتقويض الاستقرار في المنطقة، حيث تسعى العربية السعودية لوضع يدها على دولة قطر الصغيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بالنظام الإقليمي الهش والمبني على الحد الأدنى من التوافق للتصدي للأطماع الإقليمية، ومن بينها رغبة إيران في تشكيل حلقة حصار على دول المنطقة الخليجية وإخضاعها إلى المشروع الشيعي الإيراني. ما يجري الآن خليجيا يؤسس لقضية مشتركة بين إيران وتركيا والقوى الإسلامية السنية، وما ينطوي على هذا الحلف من غرابة مع ما يسود بين الإيرانيين والأتراك من تنافس على تزعم العالم الإسلامي وإدارة مناطق النفوذ والثروات، وربما يكون ذلك مرجعه إلى السياسات السعودية التي اكتست بالرعونة وقصر النظر وأدت إلى افتعال أزمة ستلحق ضررا بها وبحلفائها تزامنا مع ما قد تلحقه من الأضرار بدولة قطر. تبقى المخاوف الآنية أمرا منطقيا، فعزل قطر عزلا تاما عن محيطها وتهديد وجودها وأمنها وسلامة أراضيها سيكون أمرا بالغ الخطورة في منطقة تنهشها الصراعات وتتناوب عليها الأزمات وتتربص بها الأطماع من كل حدب وصوب. اعتبر عضو البرلمان المنحل مصطفى أبو شاكور تقرير الأمم المتحدة حول تزويد الإمارات ميليشيات ما يعرف بالكرامة بالأسلحة دليلا جليا على تدخل الإمارات في الشأن الداخلي الليبي. أبو شاكور على صفحته بموقعه التواصل الاجتماعي قال إن السلاح الذي توفره الإمارات لميليشيات مجرم الحرب حفتر يستخدم لقتل الليبيين ويزيد الأزمة الليبية تفاقما وفق قوله. وكانت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة قد أكدت بتقريرها السنوي الأخير تورط دولة الإمارات في خرق قرار حظر توريد السلاح لليبيا، موضحة أنها زودت ميليشيات مجرم الحرب حفتر بعتاد عسكري. دعت رابطة أهالي بنغازي المهجرين جهات الاختصاص والنقابات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان لرفع قضايا دولية لمقاضاة الإمارات ومصر أمام المحاكم الدولية جراء تدخلهما العسكري في ليبيا. الرابطة في بيان لها استغربت صمت المجلس الرئاسي المقترح الذي اعتبرته غير مبرر أمام هذه الاختراقات والخرق المستمر لاتفاق الصخيرات دون أي حراك أو موقف واضح ضد ما يعرف بالكرامة حسب البيان. واستهجنت الرابطة استمرار الحديث عن دور وساطات تقوم به دول مثل مصر والإمارات بين الأطراف الليبية وهي الدول التي لم تقف يوما عن المشاركة في عمليات القتل والإرهاب بشكل مباشر حسب البيان. هذا وكان تقرير لفريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمنظمات الأمم المتحدة قد أكد على أن دولة الإمارات دعمت مجرم الحرب حفتر بطائرات حربية وخرقت قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. التقرير كشف عن نقل الإمارات بمساعدة السعودية لأكثر من 190 آلية قتالية إلى مدينة طبرق لمساعدة مجرم الحرب حفتر. كما أضاف التقرير الذي نشر الخميس أن ميليشيات الكرامة لم تلقي أي اهتمام بالمدنيين في مدينة بنغازي ودرنة أثناء عملياتها القتالية. هذا وأكد التقرير على أن ميليشيات ما يعرف بالكرامة تعتمد بشكل كامل على الدعم الخارجي في استمرار عملياتها العسكرية بالتنسيق مع ابن مجرم الحرب حفتر. فاصل قصير تتابعون بعده. وكالة تيكا التركية تقدم مساعدات غذائية لعدد من سكان مدينة سرت.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أهلا بكم من جديد. شنت ميليشيات مجرم الحرب حفتر حملة اعتقالات واسعة وعمليات سطو واستيلاء على ممتلكات عامة وخاصة في مدينة هون بالجفرة. مصادر محلية مطلعة قالت إن عمليات الاعتقال والإخفاء القسري طالت عشرات الأشخاص من المدينة، مبينة أن آخرها كان اعتقال المواطن عياد العربي واقتياده إلى مكان غير معلوم، إضافة إلى اقتحام منزل عائلة العطشان وتصفية أحد أفراد العائلة بإطلاق النار على رأسه في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد. قال مصدر مطلع من مدينة الجفرة أو منطقة الجفرة إن عمليات السطو المسلحة يومية تشهدها المزارع المحيطة بالمدينة من قبل ميليشيات ما يعرف في عملية كرم. المصدر أضاف أن ميليشيات ما يعرف بالكرم استولت على مزارع ومنازل منتسبي كثائب ثوار المدينة الذين انسحبوا منها عقب دخول ميليشيات مجرم الحرب حفتر إلى المنطقة. وأكد المصدر تهجير منتسبي كتائب الثوار المطوين تحت عملية البنيان المرصوص من المنطقة رفقة عائلاتهم بسبب رفضهم لسيطرة ميليشيات الكرامة على هون. الحديث أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الآن شاهد عيان من مدينة الجفرة. بداية سيدي نرحب بك، ولو سألتك لو تضعنا في صورة ما يحدث في منطقة الجفرة. الحقيقة والحقيقة شايف قناة الجفرة. أهلا بك. شاهد المدينة منطقة الجفرة حالة احتقان ووضع شديد من قبل تجاه ما تقوم به قوات الكرامة من عمليات نهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة والتصفية لرموز الثورة. في مدينة هون قامت قوات حركة العدل والمساواة التابعة لحفتر باقتحام أحد المزارع المواطنين، وقامت بعمليات نهب وسرقة وتخريب. وعندما قام أحد أبناء المواطنين أصحاب المزارع محاولة الاستفسار لماذا وتخريب ممتلكاتي والاتفاق. نعم. نعم سيدي الفاضل لا أسمعك بشكل جيد. هل لازلت معنا؟ نعم. لا نسمعك بشكل واضح سيدي الفاضل. يبدو أن فقدنا الاتصال. قتل أحد منتسبي الكثيبة 166 مشاة التابع لغرفة عمليات البنيان المرصوص بعد تعرض السيارة التي كان يستقلها هو ورفاقه للرماية من قبل مجهولين بالقرب من وادي زمزم. مصدر مطلع ذكر أن علي محمد مسعود التير من مدينة مصراتة قتل وأصيب
أحد أفرقه رفقائه الثلاثة من منطقة زمزم بعد أن أطلق عليه مسلحون مجهولون تحديدا في طريق وادي زمزم غربي جنوب مدينة سرت. وأكد المصدر أنه تم نقل المصاب إلى عيادة الحكمة في مدينة مصراتة لتلقي العلاج، لافتا إلى أن ما يعرف بتنظيم الدولة نشط في تلك المناطق وفق قوله. وبالرجوع إلى شاهد العيان من مدينة الجفرة، سألتك عن الأوضاع في المنطقة. أيوه، في مدينة هون قامت قوات حركة العدل والمساواة التابعة لحفتر اقتحام أحد المزارع المواطنين وقامت بعملية نهب وسرقة. وعندما قام المرحوم عبد العظيم العطشان ذو 23 من عمره التحدث معهم والاستفسار لماذا يقومون بسرقة ونهب ممتلكات والده، قامت قوات العدل والمساواة بتصفيته بدم بار بإطلاق رصاصة في رأسه. تسيبه عند الله عند الشهداء. طيب، مدينة ودان حتى الذين استقبلوا قوات الكرامة لم يسلموا وطالهم أفعال إجرام قوات الكرامة، حيث قامت قوات الكرامة بمداهمة منزل محمد زيداو ونيس أحد أعضاء اللجنة الأمنية سابقا وسلب سيارته، وكذلك مداهمة منزل آل الحوينط وسلب منهم سيارة شرطة مركز ودان تابعة لشرطة مركز ودان وسجن ابنهم، وكذلك سلب سيارة المواطن بشير فرهود ومصادرة هواتفه وأمواله ثم ضربه هو ورفاقه. كل هذه الأفعال الإجرامية ارتكبتها قوات حفتر في ودان في حق من استقبلوهم ومكنوهم في مدينة ودان. وكذلك تعرض نادي طيران الجفرة بودان لعملية سرقة ونهب وتصطيم للأبواب ومصادرة ممتلكات العامة والخاصة، ما دفع العاملين به من الخروج منه، حيث حمل المجلس البلدي والدان قوات الكرامة مسؤولية كل الخراب والسرقة التي تعرض لها هذا الصرح والمعلن في والدان الذي طالما حافظ عليه أهالي والدان طوال 7 سنوات الماضية وكان مقصد لكل الزائرين في مدينة الجفر. نعم. هناك أنباء حول تهجير عدد من سكان المنطقة، ما صحة هذه الأخبار؟ نعم، قامت قوات الكرامة باقتحام كل من له علاقة بقوات البنيان المرصوص والثورة. باقتحام منازلهم، ما دفع هذه العائلات بالتهجير والتوجه إلى مصر. طيب الآن ما ردت فعل الأهالي في المنطقة بعد كل ما حدث؟ في مدينة هون ما زال الوضع محتقن شديد الاحتقان نتيجة تصفية عبد العظيم العطشان. وكذلك في مدينة ودان يوجد احتقان من قبل أهالي تجاه ما تقوم به قوات الكرامة من عمليات نهب وسرقة وتوريع للآمنين. طيب. شكرا جزيلا لك شاهد عيان من مدينة منطقة الجفرة. قال مصدر مطلع من مدينة بنغازي إن عميد بلدية المكلف من قبل المدعو عبد الرزاق النظوري عبد الرحمن العبار تعرض لمحاولات اغتيال مساء السبت عند عودته إلى المنزل. المصدر أوضح أن العبار أصيب بجروح لم تعرف درجتها بعد جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة في منطقة طابلينو شمال بنغازي، كما أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة وصل عددهم إلى 13 شخصا بحسب مصدر طبي بالمدينة. أعلنت البحرية الليبية السبت مقتل مهاجر غير شرعي أثناء هجوم شنه مسلحون على قارب لحرس السواحل بعد ضبط 570 مهاجرا غير قانوني قبلة شواطئ صبراتا غرب ليبيا. وقال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم أن دورية حرس السواحل قبضت على 3 من مهربي البشر خلال عملية الضبط، مبينا أن دورية رصدت 5 قوارب أخرى للهجرة بعد عملية الضبط لكنها لم تتمكن من ملاحقتها بسبب تعرض زوارق البحرية التي تحمل المهاجرين المضبوطين لهجوم مسلح، مما أدى إلى مقتل المهاجر وإصابة 3 آخرين. قامت وكالة تيكا للتعاون والتنسيق التركية بإرسال قافلة مساعدات غذائية السبت إلى عدد من سكان مدينة سرت بمناسبة شهر رمضان، وذلك برعاية لجنة الأزمة بالمدينة. رئيس لجنة الأزمة في سرت فوزي الشكربي قال في تصريح صحفي إن المساعدات وزعت على سكان الحي 101
وأضاف الشكر بأن المساعدات وزعت على 225 أسرة التي عادت إلى منازلها مؤخرا. وهذا وقامت الوكالة التركية مأدبة إفطار لمئة من أطفال اللاجئين واليتامى في حديقة القنصلية التركية بمدينة مصراتة. اختطفت مجموعة مسلحة بالعاصمة طرابلس رئيس مركز أبو سليم لإيواء المهاجرين التابع لوزارة الداخلية الرائد رمضان الرئيس. قالت مصادر إن الرئيس اختطفه المسلحون كان يعمل في جهاز مكافحة المخدرات وانضم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكلف رئيسا لمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة أبو سليم. استنكر المجلس البلدي والعسكري الزنتان البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لكاتبة أبو بكر الصديق الذي أكد فيه على إطلاق سراح الموقوف سيف القذافي. واعتبر المجلس أن إطلاق سراح سيف القذافي بذريعة تنفيذ قانون العفو العام يمت بصلة إلى الإجراءات القانونية، وإنما هو تواطؤ وخيانة لدم الشهداء. كما أدان المجلس تواطؤ المجلس الأعيان بالمدينة وحمل المسؤولية كل من شارك في هذه الخيانة حسب وصف البيان. ختام هذه النشرة وتذكير بأبرز ما جاء فيها. القائمين على المبادرة الوطنية يؤكدون تواصلهم مع الأطراف السياسية في ليبيا لحل الأزمة. تواصل ردود الفعل للمناديه بقائمة النواب المنحل بشأن ما اسموه الإرهاب. عضو بالنواب المنحل يصف أفعال الإمارات في ليبيا بالغير مقبولة، ورابطة مهاجري بنغازي تطالب بتقديم دعوة قضائية لمقاضاة الإمارات ومصر. كما تابعتم أيضا وكالة تيكا التركية تقدم مساعدات غذائية لعدد من سكان مدينة سرت. ختام هذه النشرة في رعاية الله.